عليكم جميعا. ان شاء الله تكونوا كلكم تمام وبخير. هذا السيشن حيكون سريع عن كيفية استعمال برنامج تيمز. هلا انا مع مس مايا ومس مها عم نعمل ديمونستريشن هيك سريع كرمال بس نعرف شو لازم نعمل، شو اهم شيء بدنا نعمله. اول شيء لما تحركوا الماوس، وبعدين بس بدي حب اذكركم انا عم بستعمل لابتوب، اوكي ما عم بستعمل تليفون. الافضل انه نستعمل اللابتوب، في حال في عنا اي مشكله تكنيكال بنستعمل تليفون، مثل عنا مس مايا عم تستعمل تليفون، مس مها عم تستعملي تليفون يمكن او لابتوب. لابتوب which is much اللي هي احسن انه نستعمل لابتوب. ماشي، اول شيء بدي اقول لكم اياه انه لما نحرك الماوس باللابتوب بيطلع عنا شيء اسمه اكشن بار، اذا انتم شايفينه هلا فوق هون عندي بالسكرين. اول بارت من الاكشن بار هيدي اسمها للتايم، هيدي قديش التايم الوقت اللي عم يمشي فيه هيدا السيشن. ثاني كبسه هي للكاميرا، اذا انا بدي اضوي الكاميرا او اطفي الكاميرا، نحن از تيتشرز لازم نضوي الكاميرا. الكبسه اللي حدها الميوت، ميوت باتن هي لحتى لي انا اذا محطوط هيدي الكبسه بهالشكل هيدا معناته الكل قادر يسمع صوتي. مزبوط مس مايا؟ مزبوط مس مها؟ قادرين تسمعوا صوتي؟ yes. حاطفي الباتن واحكي. اذا هلا انا عملت ميوت لصوتي ما قادرين يسمعوني، هلا انا عم بحكي بس هني ما عم يسمعوني. اوكي سو برجع بعمل بكبس الكبسه لحتى لي يقدروا يسمعوني. الكبسه اللي حدا دغري هيدا الباتن هو اسمه شير. الشير شو بيعمل؟ نحن التيتشرز بنقدر نعمل شير للسكرين. انا اذا كبست عليها رح يطلع لي ديسكتوب اوكي او ويندو. ويندو امتى بقدر استعملها؟ اذا مثلا انا بدي اعمل شير للويندو تبعي بس ما بدي حدا يشوف اني عم بفتح وورد، عم بفتح اي بارت ثاني من ال حجرب اعمل شير سكرين اول بالديسكتوب اذا كبستها. اوكي حيطلع عندي برنامج ثاني. مس مها شو شايفه هلا؟ الديسكتوب تاعك. اوكي شايفه برنامج او شايفه شيء برنامج اكزاكتلي يعني انا عم بنقول لكم الديسكتوب تبعي عندكم، انتم هلا قادرين تشوفوني شو بعمل، بفتح جوجل، بفتح برنامج تاني. هلأ مس مها مس مايا بيقدروا يشوفوني شو عم بعمل. هلأ شو عم بعمل؟ جوجل. You open Google. I opened Google. Excellent. So هلأ هني قادرين يشوفوني. كرمال ارجع للسكرين اللي كنت انا عم بشتغل فيها، بدي اعمل دبل كليك على السكرين مينيمايزد حدي هون. هلأ طلعت عندي الشاشة، اكيد انتو هلأ شايفين انا عم بشتغل على تيمز. So, كرمال يبطلوا يشوفوني لازم اعمل ستوب شيرنج من هيدي البتن. So, برجع بعمل ستوب شيرنج من هون، ما عادش يقدروا يشوفوا شيء غير السكرين نفسها عندهم هن عادي. اوكي هلا البتن اللي حده which is اسمه المور اكشنز، هيدي المور اكشنز شو بتعمل؟ المور اكشنز فيها ليست بالتليفون غير الليست اللي موجوده عندي باللابتوب، وبلس في عنا شوية لابتوبس عندهم مشاكل أو عندهم أبديت قديم أو شيء ما بيقدروا يشوفوا كل الانفورميشن المكتوبة عنا هون. ماشي سو نحن أهم شيء بهيدي الليست عنا نعرف هيدي البتن which is called show background effects. أغلب اللابتوبس تقدر تستعملها. نحن as professional teachers مش لازم نرجي الأولاد كيف قاعدين بأجواء ورانا كيف وهيك، يعني إذا لاحظتوا أنا قاعدة وراي بس كرتن ما في شيء حوالي أشياء أغراض وهيك، وإنه ما في شيء distractions للستودنت. إذا بتحبوا تستعملوا show background effect. مس مها بتقدري تستعملي هيدي الأوبشن عندك؟ I'm using it right now. You're using it. If you want. I'm using it. It's white behind me, بس أبيض كل شيء وراي. So أنا حستعمل. I will change. Okay, حنستعمل option. مس مايا أنت يمكن ما بتقدري تشوفي عندك ما بالتليفون ما بتقدري. مس مها هلا غيرت الباكجراوند. So نحن بنقدر نغير الباكجراوند، أنا كمان غيرت الباكجراوند عندي.
بنقدر نستعمل مثلا fixed background. في عنا background هون classroom كثير كانت التلاميذ بحبوها، يعني عجبتهم للتلاميذ. وين انا هلا مش لاقيتها، بس هي كانت موجوده، مش مشكله ما علينا. المهم بتقدروا تغيروا الباكجراوندز من هون. شفتوا الاكشن بار؟ هيدي هي هون hide background effects or change background effects. انا اوريدي غيرتها، I hide it now كرمال تختفي من حدي بالسكرين. كيباد مش مهمة. start recording، فينا نقدر نسجل السيشن تبعيتنا. نحن بنقدر نسجلها اذا كبست start recording، حيسجل لي كل شيء بعمله وحيبعت لي اياه بالسيرفر. في بيبعتولنا اياه as a link، التيمز شركة التيمز تبعت لنا اياه as a link. هون في عنا turn off incoming video. هيدي turn off incoming video اذا كان عنا كتير تلاميذ وفي عندهم فيديوز كلهم، مثلا احنا في عنا تلاميذ شوي عم يعملوا disturbing things بالفيديو، نقدر نحنا نعمل turn off لكل ال incoming video وخلص، حتى ما نشوش على بعض او ما يشوشوا التلاميذ على بعضهم. وهيدا كل شيء بالنسبه لهون. هلا في عنا نقطه كتير مهمه، هون في عنا المسجز. اوكي هدول المسجز. هون المسجز، هلا المسجز اذا اي ستودنت كتبت، اذا كتبت عليها في ستودنتس بيقدروا يكتبوا. مثلا مس مايا just let's say hi، I will say hi، بتقدروا تشوفوها عندكم بهيدي الكونفرزيشن تاعت التيم تبعنا. هلا مس مها فيكم تكتبوا لي شيء، تعملوا لي thumbs up. سو هن بيقدروا كمان يتواصلوا عن طريق المسج. اوقات في التيتشر ما بتقدر تسمع، اوقات الستودنت ما بيقدر يسمع، فبيروحوا بيكتبوا على المسج هون، فبنقدر نشوف انه هن ما عم يسمعوا. هن بيتواصلوا اوقات عن طريق هون. بلس نحن از تيتشرز نحن بدنا اياهم نعمل ميك شور انه كل الستودنت ميوت. ليه؟ لانه اذا كل الستودنت عم يحكوا والتيتشر عم تحكي، سوري بس ما حدا حيسمع حد. So teacher لازم تعملون ميوت. كيف بنعملون ميوت؟ بنروح على participants. اوكي okay. عند participants في هون كبسة اسمها ميوت اول، بس اكبس ميوت اول. مس مايا مس مها انتوا هلا ان ميوت صح؟ بتقدروا تحكوا؟ اوكي بسمعكم، معناتها انا هلا بدي اعملكم ميوت اول. حيسالني هالسؤال this will mute everyone in the meeting but you. yes mute. هلا إذا بتلاحظوا هون مس مايا she's mute and مس مها she's mute. they cannot talk and if they talk هلا ما في أنا أسمعهم، قد ما يحكوا ما في أسمعهم. أوكي أنت as a teacher لازم تعملوها كلهم mute وأنت تحكي. alright تأكدي دايما، تأكدوا دايما teachers لازم يتأكدوا تتأكد إنه الميوت button عندهم شغال لحتى يقدروا تلاميذهم يسمعوهم. هلا أنا ما في أعملهم unmute، هن لازم يعملوا انميوت. ماشي مس مايا لازم تعمل انميوت لحتى لي اسمعها، مس مها لازم تعمل انميوت لحتى لي اسمعها. التيتشر بس تقدر تعمل ميوت فقط لا غير. ماشي هلا ستودنتس بدهم يفوتوا هيدا الميتنج، هن بيفوتوا از ا جيست، ما بيفوتوا از ايميل انفايتد ايميلز. ما عندنا ايميلاتهم، ما عندنا الكوميونيكيشن بيناتهم، هن بيفوتوا از ا جيست على هيدا التيم. بالبارتيسيبنت سكشن هيدا اللي انا فاتحته هون بيطلع لي هون اون توب بيجي البارتيسيبنت. هون البارتيسيبنت بيرجينا مين عنا بالميتنج. شايفين هون عنا هلا عنا نيما مها مايا and who's away of the meeting مثلا who's invited and away. هلا انتو بحال students، students حيفوتوا as a guest، guest اللي هن ضيوف، حيفوتوا مثل الضيوف. الضيوف شو بيصير فيهم؟ بينطروا باللوبي لانت التيتشر، انت او انت التيتشر بدكم تعملوا لهم اكسبت. كيف تعملوا لهم اكسبت؟ بيطلع لكم بوب اب مسج بالتليفون، بتطلع من فوق او باللابتوب تظهر لوحدها انه في ستودنت هيز ويتنج سموير باللوبي. وين اللوبي؟ هو هيدا البارتيسيبنت. لو تفتحوا البارتيسيبنت بتكتبوا على هون على جنب حيطلع لكم مثلا محمد is waiting your acceptance كذا كذا، في اكس وفي صح. كنت كتبتوا الصح ليفوت التلميذ عندكم على الصف. هاي اهم نقطه بدنا نشرحها اليوم، وكرمال نسكر الميتنج بنسكره من هيدا البارت. من هون بس حبيت بحب احكي انه من هون هيدا البارت نعمل كوبي لللينك. هلا كرمال يطلع الكوبي
مزبوط لازم نحطه على Word Document. أنا هلأ ذكرتها أنه لازم نحطه على Word Document يبين اللينك معنا ومنقدر نعمل له Copy Paste لناس تانيين to join. ماشي. بالنسبة لهيدا المكان اللي هو هيدا الطرف اللي هون في عنا الأكتيفيتيز. بحب لكم هون الأكتيفيتيز بيجيب لكم شو صار لكم، شو عم تعملوا، شو عم تساووا، شو سويتوا. That's all. هيدا هو Chats. Chats هي البارت أنه صار بيناتكم بالميتنج تشاتينج، حتلاقوهم موجودين هون. يعني أنا والمس مايا ومس مها عملنا تشاتينج بيطلعوا هون عنا بالتشات أريا. تيمز، نحنا بأي تيمز موجودين؟ أنا موجودة بهيدول التيمز كلهم، أنتو نفس الشيء حيطلع لكم أي تيمز أنتو موجودين فيها. كالندر هي المكان اللي منقدر نساوي منه new meeting or to meet now or add new meeting now. New meeting هو أنتو بتقدروا تعملوه، أو بالأحرى بتقدروا أنتو تحددوا التايم والوقت وبيطلع عندكم بالكالندر. alright، هيدول المين بارتس اللي لازم نعرف عنه نحنا هلا. اوكي، وبشكركم كتير وإن شاء الله يكون كل شيء واضح وتمام. شكرا.